نبدأ نشرتها من الشأن المحلي، حيث أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أناب وزير النفط معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط الرابع لهندسة العمليات ميبيك 2017. من جانبه أكد وزير النفط على الحاجة إلى المزيد من الحلول الهندسية لمختلف التحديات في مجال الهندسة العمليات نتيجة للنمو السكاني والطلب المتزايد على الطاقة، والذي يتطلب معها زيادة العمل على تعزيز التعاون بين هندسة العمليات والتكنولوجيا. كما نوه وزير النفط بضرورة تحقيق التوازن في ظل تقلب أسعار النفط حاليا التي أثرت في الدول المنتجة للنفط، إضافة إلى ضرورة الاستفادة من الحلول المتاحة لترشيد النفقات التشغيلية في هذا القطاع الحيوي. تجد في هذا المؤتمر في هذه النسخة كثير من الفعاليات المصاحبة، منها الجائزة لقيادة النساء المهندسات في قطاع النفطي، وكذلك هناك سباق بين جامعات، خمس جامعات في السيارات اللي تشتغل على الكيميكال كار، اسمها الكيميكال كار، فإذا كانت لكم تغطية بيكون شيء جيد، والقصد منها تعريف الشباب والمستجدين في الجامعات إلى معرفة هذا القطاع. طبعا احنا هذه ميبك، معرض ميبك مو بغريب علينا، انه احنا هذه الثاني مرة نشارك فيه. طبعا احنا مشاركين بصفة راعي فضي، والحمد لله يعني اللي شجعنا انه نشترك مرة ثانية، وان شاء الله الجيات اكثر، انه المشاركة كانت الأولى كان جدا ناجحة، والإقبال كان جدا ممتاز، والتنظيم مرتب يعني، فالحمد لله يعني من جميع النواحي المعرض والكونفرنس بشكل عام جدا ممتاز. أكد رئيس مجلس إدارة منتدى الأعمال البحريني البريطاني خالد الزياني أن التبادل التجاري بين مملكة البحرين وبريطانيا في تنام مضطرد بفضل قوة العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والتي تعود لأكثر من 200 عام. جاء ذلك خلال استضافة منتدى الأعمال البحريني البريطاني فريق السهام الحمراء التابع للقوات الجوية الملكية البريطانية، حيث أكد الزياني أن بريطانيا تعتبر حليفا استراتيجيا لمملكة البحرين في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية. من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين سايمون مارتن أن انتشار فريق السهام الحمراء خارج حدود بريطانيا قد شجع على زيادة المشاركة الدولية لإقامة شراكات اقتصادية مهمة، وبخاصة مع مملكة البحرين. نحتفل بحضور الريد أروز، الفريق المميز للطيران العسكري الاستعراضي. ريد أروز هي أكبر وأحسن مجموعة في العالم في الطيران الاستعراضي، وهم يجون للبحرين سنويا يعملوا عرض، وهذا بسبب العلاقات الوطيدة اللي بيننا وبين بريطانيا. The Red Arrows are an important part of British. يعتبر فريق السهام الحمراء البريطاني التابع للقوات الجوية الملكية البريطانية امتدادا للثقافة البريطانية، والذي اختار المملكة على أساس سنوي لكونها من أفضل الأماكن للعمل والعيش والاستثمار، وبحكم الروابط القوية التي تجمع بين البلدين الصديقين. ويعكس حرص فريق السهام الحمراء على زيارة البحرين بصورة سنوية لتنظيم عروضه الاستعراضية في سماء المملكة، يعكس مدى متانة العلاقات التاريخية التي تربط المنامة بلندن. وكل أمل في أن تساهم المشاركة السنوية لفريق السهام الحمراء في إقامة المزيد من الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص في البحرين. وأنا مشاهدينا نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملة الخليجية والعالمية. نتابع وإياكم مشاهدينا أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، ونبدأ مع السوق المالية السعودية التي أغلقت بانخفاض كبير يبلغ 0.11%، وأغلق على مستوى 7114 نقطة، متأثرا بتراجع أسهم قطاعي الاتصالات وأيضا البنوك.
ننتقل إلى بورصة الكويت التي أغلقت بتراجع أيضا نسبة 0.17% عند مستوى 6649 نقطة، متأثرة بتراجع أسهم مؤشر قطاعات الخدمات المالية والاتصالات وأيضا النفط والغاز. نتابع مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية الذي كان الرابح الوحيد في تداولات هذا اليوم بارتفاع بنسبة تبلغ نصف نقطة مئوية تقريبا، وأغلق على مستوى 4450 نقطة مدعومة بصعود أسهم قطاعي الطاقة وأيضا العقارات. فيما سجل سوق دبي المالي تراجعا بنسبة طفيفة 0.01% وأغلق على مستوى 3610 نقاط، ويعود سبب النزول انخفاض الأسهم القيادية في قطاع الاستثمار والخدمات المالية. في حين سجل سوق مسقط الأوراق المالية تراجعا طفيفا أيضا بنسبة 0.03% وأغلق عند مستوى 5166 نقطة بسبب تراجع أغلب مؤشرات البورصة العمانية. أما بالنسبة إلى بورصتنا المحلية مشاهدينا فقد تراجعت بنسبة نصف نقطة مئوية تقريبا وأغلقت عند مستوى 1273 نقطة بسبب انخفاض أسهم مؤشري الاستثمار والبنوك التجارية. وقد تداول المستثمرون في بورصة البحرين 6,830,000 سهم بقيمة قدرها 1,500,000 دينار تم تنفيذها من خلال 122 صفقة. وقد ركز المستثمرون تعاملاتهم على أسهم قطاع الاستثمار والذي بلغت قيمة أسهمه المتداولة 664,000 دينار، أي ما نسبته 44% من قيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.